تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول المظلوم في دعائه: اللهم إني أسألك بحق المظلومين أن تنصرني على من ظلمني؟ ما له داعي هذا. قل اللهم انصرني على من ظلمني، ولا تقل بحق المظلومين. شيء ما ورد لا تعتبرونه ولا تعتمدونه، الذي لم يرد لا يكون، أو تحدثون شيئا أنتم من عندكم، اتركوا هالأمور هذه. نعم.